جو روحاني حالم صدحت فيه الكلمات والألحان وامتزجت بصوت الرنان يختزل دفء عروس الشمال سمت فيها الروح. نظمت جمعية نسائم الأندلس حفلاً روحانياً مميزاً بمناسبة مولد خير البرية، أحياه المنشد مروان حاجي تتويجاً لاختتام موسمها الثقافي والفني 2018، ليلة طربية بامتياز. شنف فيها سفير الموسيقى الروحية مروان حاجي الأسماع بباقة غنية من الروائع الخالدات ومن البراويل والأشعار الصوفية التراثية، مصحوبة بإنشاد أندلسي تتغنى بشمائل الخلق الشريفة وخصائصه الغالية ومدح الرسول أفضل الصلوات عليه والسلام. هذه ماشي المرة الأولى وماشي المرة الثانية، هي عدة مرات مع جمعية نسائم الأندلس اللي عودتنا دائما على البرمجة ديالها الشيقة بحضور كبار الفنانين في مختلف المجالات التراثية وخصوصا الأندلسية منها. وكان لي الشرف أنني اليوم حاضر في إحدى السهرات الختامية ديالها والتي تتزامن مع ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا جيت سعيد اليوم مع جمهور مدينة طنجة اللي فعلا استغربت يعني من هذا التفاعل ومن هذا الحضور ديالو. هو ماشي استغراب لأن فعلا الجمهور الطنجاوي هو يعشق التراث ديال بلادو وهذا يعني من أحد السمات ديالو، فكنتمنى دائما أنني نكون عند حسن ظنهم لأنهم دائما كيساعدوني ودائما تيشجعوني وتيجيو عندي السبيكتاكل ديالي كاملين، فالحمد لله يعني كنتمنى إن شاء الله بحول الله تكون مشاركة طيبة. جمهور طنجة الذواق المحب المتفاني والمهذب. وتنهل من موروث صوفي وأندلسي خصب، سافر عبر إيقاعاتها الجمهور إلى عالم الكلمة الراقية واللحن الأصيل. كما يقال ختامه مسك، اليوم نعيش سهرة الاختتام الموسم الثقافي والفني لجمعية نسائم الأندلس. ما تنساوش أن اليوم تنحتفلوا بالحصيلة الإيجابية اللي قدمتها الجمعية لمنخرطيها ولموضوعها ولكل من يساهم في الحفاظ على هذا التراث الأصيل. جمعية نسائم الأندلس كان هذا الموسم حافل بنشاطها الثقافي بنشاطها التربوي. الجمعية اليوم تتختم المهرجان الموسم ديالها ولين هي عازمة على الاحتفاء بالعشرية الأولى اللي غادي تستقبلها السنة المقبلة بحول الله. هذا كل ما يمكن أن يقال عن هذه الأمسية وعن نشاط الجمعية، بالإضافة أننا تتعرفوا أن الجمعية تتساير التطورات وتتواكب برنامج طنجة الكبرى من ناحية الثقافية ومن ناحية الفنية، فإذا كان أخيرا انطلق القطاع السريع ديال 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 طنجة الدار البيضاء، فجمعية نسائم الأندلس عازمة على انطلاقة إن شاء الله في السنة ديال سنة 2019 على انطلاقة قطاع سريع يتمثل في النهوض بالمجال التربوي والثقافي والفني بجهة طنجة تطوان الحسيمة. أنا من الدار البيضاء باش نحتفل مع الجمعية اللي هي بحقيقة أصبحت جمعية يحسب لها ألف حساب، وكذلك جمعية اللي كتحافظ على التراث الأندلسي في المغرب، وأصبحت تزاحم الجمعيات الكبرى اللي كانت تهتم بهذا الجانب. وهج آخر بعروس شمال المملكة مع جمعية نسائم الأندلس لهواة الطرب الأندلسي و
وفرصة مواتية للحفاظ على هذا الموروث الثقافي الغني ولم شمل الولوعين بفن الآلة والسماع الصوفي والوافدين إلى هذا الثمر الروحاني من مختلف ربوع المملكة.